أنا أغلف أن تلغي أن تنم السنك الطيب بالعيزي وضه الواغ الولايات غرداية سيشد يو دامغار أن الشرطة اللواء عبد الغني هامل دامغار وان جدارمية وينك اللواء أحمد بسطيلة يدق وديم هي دمغار أن الولاية ويسيسي وضه الغزا ودي فلنا منو كان لك عبد العزيز ابو تفليقه اجمي دسن تاينت تمظل لدك كاين تكرس تيغجيري السن استون تنهاني مناي دلغافيت. أنا كلفني فخامة رئيس الجمهورية شخصيا أن أنتقل إلى هذه الولاية، هذه الولاية التي له علاقة وجدانية معها، وكلفني شخصيا بالتنقل مع أكبر قادة الأمن من أجل اتخاذ قرارات في الميدان. في هذه الصبيحة اجتمعت مع القادة وعينت في نفس المكان واستمعت إلى عروض كاملة شاملة حول الوضع في هذه الولاية، واجتمعت مع كل رجال الأمن سواء كانوا في الشرطة أو الدرك الوطني، وقدموا لنا عروض حول هذه الوضعية، وبعض هذه العروض تناقشنا مع بعض وخذنا القرارات التالية. قرار أول، ابتداء من اليوم الدولة ستعامل كل من يعتدي على الأشخاص أو الأموال بكل صرامة، وسيطبق أو تطبق قوانين الجمهورية بكل صرامة وفي حدود القانون وبإنصاف وبعدل بدون تجاوز وبدون تردد. كل من يعتدي على شخص، كل من يعتدي على منزل، كل من يعتدي على دار، كل من يهتك قوانين الجمهورية سيقدم للعدالة، والعدالة تقوم بواجبها. واحد. ثانيا، أمرت الدرك الوطني والشرطة ابتداء من اليوم بإنشاء مركز عملياتي سنتر اوبيراسيونال اللي هو مشترك بين الدرك الوطني وبين الامن. هذا المركز العملياتي يكون كالعقل المدبر والمفكر فيما يتعلق باستتباب الامن، فيه درك وفيه شرطه يعمل 24 ساعه. القرار الثالث، سنقوم من الآن، القوات راهي في الطريق، سنقوم بتقوية وتعزيز الأمن ربما إلى مرتين أو ثلاثة أو ربع القوات المتواجدة. لن يكون مستقبلا في غردايا، في ولاية غردا ككل، لا شارع بدون أمن، ولا بلدية بدون أمن، ولا حي بدون أمن. كل الأحياء، كل الأماكن العمومية كلها تكون مؤمنة 24 ولا 24 ساعة، وكل الأمن يكون مربوط بهذا المركز العملياتي. القرار الرابع، أننا بعد استشارة كذلك بعد أن انهيت الاجتماع مع المصالح الأمنية المختصة المحترفة، جمعت المنتخبين سواء على مستوى المحلي البلديات والولايات ولا على المستوى الوطني البرلمان الغرفة الأولى والثانية، واستمعنا لهم بإمعان، واتفقنا معهم على أن القضية التدابير الأمنية والإجراءات الأمنية تكون مرفوقة بالحوار. إذا لابد من فتح الحوار وترقية وسائل الحوار والتواصل والاستشارة مع كل فئات المجتمع لنصل معا كأمن وكحوار إلى إطفاء هذه النار إن شاء الله في أقرب وقت ممكن، وكلهم كلهم متفقون مع ما قمنا به في هذه الصبيحة من هذه القرارات التي أعلنت عليها.